وللحديث عن هذا الموضوع معنا من يافا موفد BBC عصام كرماوي. مرحبا عصام، كيف هي الأجواء الآن بانتظار النتائج الفعلية؟ يعني تم حتى الآن فرز حوالي 92% من نتائج الانتخابات، والآن بانتظار النتائج النهائية بعد فرز أصوات الجيش وبعض الصناديق التي تأتي من الخارج. الأجواء هنا يعني كانت متحفظة إلى حد كبير، لم نشهد الاحتفالات التي أقيمت في شهر نيسان أبريل الماضي بعد الإعلان عن النتائج. كلا الحزبين الرئيسيين حاولا يعني الإيحاء بأنهما حققا مكاسب، لكن معروف أن نتنياهو بالذات أخفق في هدفه وهو الحصول على الأغلبية الضرورية لتشكيل حكومة ائتلافية. أيضا حزب كحول لافان احتفظ بمكانته التي كان قد حققها في الانتخابات السابقة، لكنه لم يحرز تقدم كبير وبقي معدل أو نسبة تمثيله في الكنيسة تقريبا على حالها السابق. الرابح الأكبر في هذه الانتخابات هو أفيغدور ليبرمان الذي استطاع أن يضاعف حضوره في الكنيسة من خلال زيادة عدد أعضاء الكنيسة من حزب إسرائيل بيتنا، بحيث سيصبح هو بيضة القبان في المفاوضات المتعلقة بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. طيب نتنياهو لم يذكر في كلمته يعني مفهوم حكومة وحدة وطنية كما فعل ليبرمان وغانتس، بل ذكر أن المفاوضات ستبدأ حول تشكيل حكومة صهيونية قوية. ما الذي يعنيه هذا؟ ما يعنيه هو حكومة من اليمين. الفرق بين الحديث عن حكومة وحدة وطنية والحكومة عن ائتلاف يميني كبير في إسرائيل. الحكومة التي يسعى نتنياهو لتأليفها هي حكومة يمينية خالصة من الليكود وحزب يمينة وشاس والحزب هدوت التوراة وهو حزب ديني، وأيضا بالإضافة إلى محاولة استقطاب ليبرمان من جديد. هذا هو المعسكر الذي يفضل نتنياهو أن يعني يشكل ائتلافه منه. حكومة الوحدة الوطنية تعني ائتلاف بين الحزبين الرئيسيين الليكود وكحول لافان أزرق أبيض بالإضافة إلى أحزاب أخرى، وهو ما يطالب به ليبرمان. أيضا يريد حكومة وحدة وطنية. هذه الحكومة طبعا ستكون خاضعة للكثير من المساومات والتنازلات. ليبرمان وغانتس كلاهما يفضلان حكومة وحدة وطنية لكن بدون الأحزاب الدينية المتشددة واليمين المتطرف. هذا هو ما يقصده نتنياهو، يريد حكومة، هو حرص على قول حكومة صهيونية في إشارة إلى أنه لا يريد أي تعاون مع الأحزاب العربية في الكنيسة المقبلة. وما هي فرصه في ذلك في تشكيل هذه الحكومة؟ هذا سؤال جيد سوسن، لأن الوضع الآن يعني الأنظار كلها ستحوم حول رئيس الدولة رؤوفن ريفلين، الذي عليه أن يكلف الشخص الذي يرى فيه القدرة الأكثر، الذي يعني قدرة أكثر على المساومة وتشكيل ائتلاف. هو سيجري مشاورات مع كل الكتل الحزبية الممثلة في الكنيست، وهي التي ستوصي رئيس الدولة بمن يكلف بتشكيل الحكومة. إذن لدينا الآن مساومات طويلة. حسب القانون الإسرائيلي هناك فترة 28 يوما يمنحها رئيس الدولة للشخص المكلف في تشكيل الحكومة، وإذا أخفق في هذه الفترة يمنحه 14 يوما إضافية. لكن إذا أخفق كما حصل في الانتخابات الماضية فالأمور طبعا ستذهب باتجاه انتخابات ثالثة في مطلع العام المقبل، وهذا أمر ربما عليه إجماع في إسرائيل أنه غير مستحب وغير مرغوب فيه في الوقت الحاضر. إذن أمام السياسيين الإسرائيليين فرصة يعني ضيقة جدا للتوصل إلى اتفاق إلى تشكيل حكومة ائتلافية، سواء كانت حكومة من اليمين أم حكومة اتحاد وطني كما يطلقون عليها هنا. عصام كرماوي موفد BBC، شكرا جزيلا لك.